اجعل المكان نظيفاً. اغسل يديك بالماء والصابون. اجمع كل المستلزمات: وسادتا كحول، ضمادتا شاش معقم. نظف يديك. افتح عبوة الشاش واترك ضمادة الشاش بداخلها. افتح وسادة الكحول وضعها على ضمادة الشاش. المس جانباً واحداً من وسادة الكحول. إذا كنت تستخدم اليد اليمنى، فالتقط القسطرة باليسرى. والتقط الشاش ووسادة الكحول معاً بيدك الأخرى. افرك المحور بحركة نصف دائرية لمدة 15 ثانية. دع المحور يجف تماماً في الهواء.